الوغ هما اعداء ماشي فورسيمون الناس، حيت في بعض الاحيان كيكونوا غير عادات ما مزيانينش. دونك لو سوجي ديال هاد النهار لي زينمي با فورسيمون لي بيرسون. علاش؟ لانه في بعض الاحيان حنا كندخلوا راسنا في داك لوتو ديستركسيون، تحطيم النفس. مثال بسيط، شي واحد فيه 200 كيلو خاصو ينقص من الوزن ديالو، كاينين صافي با دير كلشي حاجه اللي هي صعيبه، ما غاديش خصو يدوز من حدا نقول لك دي سناك ولا دي ريستورون باش ما يشمش الريحه. دونك هذه كتسمى لوتو ديستركسيون، هو عدو ديال راسو. دونك الفو با سو ميتر اون ديفيكولتي. عرف شحال من واحد يل سو مي اون ديفيكولتي غير بوحدو. سي بور سا كو حنا هذا الموضوع هذا دونك سبعه ديال الاعداء ماشي فورسيمون الناس. والمثال الاول اللي غادي نهضر به اللي كيكون في بعض الاحيان عدو اللي هما النساب. فوالا شنو كيوقع؟ كيوقع بانه الزوج ولا الزوجه، حنا ما كنقصدش واحد فيهم، سي كو كيكون مبزز على الطرف الاخر، يمشي كل نهار لحد يتغدى عند النساب. دونك ديجا بوغ لو سيرفو الدماغ ديالنا غادي تجي وغتعطيه واحد الامر il va être réticent. لا ميور دي شوز باش تدي شي واحد تجيبو لعندك سي بالخاطر. حنا مالوغوزمون في الثقافه ديالنا ان دائما كتلقى شي واحد اللي عنده واحد القوه في الشخصيه ولا نقص في لي تكنيك دو كومونيكاسيون ما كيعرفش كيفاش يقنع. لان الا ما عرفتش كيفاش نقنع راه اوتوماتيكمون جوغي ان نو. اي دونك سا اول حاجه ملي كتبزز على الزوج ولا على الزوجه باش تمشي تشوف نقول لك العائله ديالك وكتولي اون ابيتود وكتولي اون كورفي اصلا. دائما كنذكر هذه القضيه كيف ما كنهضر عليها ابركان، سي كو كاين لا باسيون كاين لا كورفي. دونك كاين شي حاجه كتعشقها كاين شي حاجه كتشقاها. ملي كتولي واحد العاده كتولي شقا اوتوماتيكمون سا دوفيان ان انيمي دو كوبل، لانه انا غنجي من عائلتي هي غادي تجي من عائلتها، اي دونك فورسيمون ما كيبقاش داك الازدهار اون كوبل، ليبانويسمون اون كوبل ما كيبقاش. دونك اول عدو اللي هو جوستومون اللي كتبغي تبزز على شي واحد، واحد العاده اللي هو كيولي كيديكونيكتا منها. دونك سا سي. ونذكر بانه كاين واحد البورسونتاج ديال الطلاق اكوز دو نقول لك ديال العجوزات، لانه ما كيعرفوش يجيريو لو بو فيس. كنت كنشوفوا مع الاسف صراحه زعما في بلدان اخرى ولا في ثقافات اخرى كنلقاو العكس، كنلقاو الناس مفاهمين مصاحبين بخير وعلى خير. مع الاسف في البلدان غادي نقول العربيه شيئا ما، وهذه الثقافه شيئا اللي عندنا، هادشي ديال ما ديجا لا بريباراسيون كنقولوا قبل من الزواج بري مارياج كتكون غالطه. يعني البنت كتدخل انها موجوده بحال غادي تدخل لواحد الحرب، ماشي داخله بالعكس ان الحياه ديالها غتكون سعيده. وهنا كنشوفوا مجموعه من الصراعات ما بين النساب ما بين العائلة العائلات بجوج، ما كيكونش واحد التفاهم. في نظرك هادشي راجع لشنو بالضبط؟ واش لا بروغراماسيون ديالنا حنا كيفاش تربينا او شنو اللي واقع بالضبط؟ تري تري بون كيسيون. الوغ شنو كيوقع؟ سي كو بعدا الام اللي كتبغي تزوج ولدها فحال كتعتبر لا ماريي اون فولوز، بحال جات تشفر ليها شي حاجه منها. الوغ كو في لو شومينمون ديالنا كاينه لونفونس، كاينه لانديبوندونس، كاينه لا بارونتاليتي. معني في ليفوليسيون ديال البشر كيوصل لذاك الاتر اون كوبل ولا بارونتاليتي. دونك عاديه جدا ابتداء من واحد السن كيخصنا نوليو انديبوندون. اي دونك الامهات ما كيفهموش هذه القضيه. كون ما غادي تبغي تزوج بنتها وتبغي تهنى من الضغط ديال المجتمع، كون ما الولد ديالها كتبغي تخليه حداها باش يصرف ولا باش ما باغيهاش تقسم ولا اتسيتيرا. اعتقاد ولا معتقد، لان الاعتقاد هو شخصي والمعتقدات اللي هما عندهم علاقه بالسوسيتي. كنقولوا هادو الاغلبيه، ولكن كيبقاو دائما كاين مجموعه من الحالات ولا مجموعه من الشباب اللي يقدروا في لي كوبل ديالهم يعيشوا ناشطين مع العائلات ديالهم. كنشوفوا هادشي كيبان حتى عليهم هما، حتى على العطاء ديالهم لو غوندمون ديالهم وعلى الجوده ديال الحياه ديالهم كيفاش كتكون. تلقاو الناس اللي ناشطين ايجابيين، الناس اللي كيحققوا الاحلام ديالهم والاهداف ديالهم. باغ كونتخ واحد اللي عليه ولا عليهم لا بريسيون من جوج ديال الجهات، كتلقاهم هادشي كيعطل حتى المسار وتحقيق الاهداف ديالهم. دونك اون فان كونت الوالدين راه ما بغاو يشوفوا ولادهم الا ناجحين. دونك سكي في خصنا نوليو عندنا شويه ديال المهارات باش نعرفوا نجاريو هاد السيتوياسيون بحال هكذا ونكونوا ناجحين في حياتنا مع العائلات ديالنا بطبيعه الحال. ملي كتزوج بواحد الطرف الاخر كتزوج بلونفيرونمون اوتوماتيكمون. علاش؟ لحقاش حنا اي واحد فينا كبرنا في واحد المحيط، وذاك المحيط اثر على الشخصيه ديالنا واثر على الاعتقادات ديالنا. دونك اوتوماتيكمون خاص حنا ما غاديش نعمو، لان كاين الناس اللي كاين الناس ما كيبغيوش يشبهوا لباهم كيف ما كاين العائلات ما كيبغيوش يشبهوا لماهم. سي دي كا، ولكن حالات خاصه هادو باغميميتيزم كتسمى. غادي نقلد طريق اكزاكت اللي تراسا الوالد ديالي اتسيتيرا واي واحد. كيف ما الامهات غيتراسيو الطريق اللي غيتبعوا واحد الطريق
حتى لواحد السن وعاد باش كيولي الواحد كيدير داك اعاده نظر الى كان باغي ايفولوي. دونك ملي كنختار واحد السيد واحد السيده خصني نحلل لونفيرونمون لانه غادي امباكتي. الا عرفت بانه عندي تقاليد دياولي وهما عندهم تقاليد ديالهم اللي هما مختلفين، ماشي كنقولوا هذا احسن من هذا، دونك اوتوماتيكمون خاص نعرف واش غيكون التطابق ولا ما كاينش التطابق. لا ديرنيغ فوا هضرنا على لي ديفيرون تيب دامور، واحسن تيب دامور هو داك لامور فيوزيونيل، سي تادير صافي كيولي الرجل والمراه ان سول كوبل واحد. اي سي بور سا كو مهمه بزاف نيتودي لونفيرونمون، لانه كيجيو عندي الناس كيقول لك انا تزوجت ولكن ما عرفتوش اش كيدير، ولا هو كيقول لك ما عرفتش انا باها ما عرفتش ما يمكنش تدخل لواحد المشروع الا ما عارفش راسك فين غادي. دونك هذا بالنسبه للعدو الاول. والعدو الثاني اللي هو داخل معنا حنا كاملين كل نهار اللي هي لا تيليفزيون. وي فوالا سي ان انمي دو كوبل وبروفي سيانتيفيكمون. علاش؟ لانه الواحد كيكون خدام كيدخل للدار كيشعل التلفازه حتى داك التواصل ما كيكونش. الا كانوا يتفرجوا صباحكم مبروك ماشي مشكل، الا غير يتفرجوا صباحكم مبروك هذا حنا راه كنقسموا لي زانفورماسيون بيان سور، ولكن حتى فاش نتفرجوا مساله مهمه. اكزاكتومون نختاروا فاش نتفرجوا اي مومونتانيمون مومونتانيمون. علاش؟ لانه كنهضر دائما على الازدهار اون كوبل. ملي الواحد كيدخل في الليل ويشعل التلفازه ويجلس وما كاينش التواصل، دونك اوتوماتيكمون راه لو كوبل كيتشتت، كيدخل لواحد العدو اللي هو سي الكترونيك. اي ميم يمكن لي كاع نهضر اجوردي على لي سمارت فون تا هما، لانه ملي ما كتشعلش التلفازه كيولي كل واحد شاد لو سمارت فون ديالو، دونك ما كيبقاش التواصل. والتواصل والثقه هما لا كونفيونس دون لو كوبل. ما كاينش التواصل ما كاينش الثقه، ان جور لوتر ان جور لوتر الواحد كيتفرق. نعم. دونك الحل اللي غادي نهضر عليه سي فيغ واحد لو بروغرام في السيمانه اللي يتحترم، ما يكونش اون روتين. مثال بسيط، دابا الثلاث نمشيو للسينما، الاربع نطيبوا جميع، الخميس نديروا اون مارش ولا ما نديروا والو ولا بو امبورت، المهم كنعوض التلفازه افيك دي زاكتيفيتي باش الواحد وسيرتو ملي كيكونوا الاولاد. يعني ملي كيكونوا الاولاد كتدخل كتشعل التلفازه ما كتبقاش تهضر مع ولادك كاع، دونك هذاك الولد شكون غيربيه؟ كي سي كي فالوي ترونسميتر واحد نقول لك واحد لا مورال واحد التربيه؟ بيرسون، كيولي ليفري ا لوي ميم وا غادي حتى حاجه. والولاد يزون بوزوان يسمعوا، يزون بوزوان الحب والثقه في النفس. احسن كونساي اللي كنعطيه واللي كتعطى اجوردي في لا نيوغوسيونس بالنسبه للدراري هو اعطيهم الحب واعطيهم الثقه في النفس. الا هاد الجوج عندهم الدنيا كتحل لهم. دونك سا سي دونك التلفازه عدو نيميرو 2. العدو نيميرو 3 كاينين شي ناس كتلقاهم دماره كي كنقولوا كيخدموا الخدمه ملي كيخرج الصباح ما يدخل الدار حتى 9 ونص 10 الليل هو كيخدم اي دوكو حتى لو كوبل كيتشتت. وعندي واحد المثال اللي غادي نهضر عليه. كيجي للدار كيبقى يهضر على الخدمه حتى ملي كيجي للدار، ويلا جا كيبقى هو دائما داير عنده داك لي زور سوبليمونتير، دائما عنده الخدمه، دائما هاني جاي ولا ما يجاوبش ايتترا. وعندي واحد الا جاي يبغي غير ينعس يبغي غير يرتاح ما بغي يهضر مع حتى شي واحد ما يبغيش، حيت جر معاه واحد الثقل ديال الخدمه. دونك هو بالنسبه ليه بعدا هو الي ديجا دون لوتو ديستركسيون. نعم. هنا كاين خلل في الكوبل، يا اما المراه ما دارتش ليه لي كونديسيون باش يدخل لدارو ويزدهر في الدار، ولا هو ما اختارش نقول لك لا بون بيرسون وكيبرد الغدايد في الخدمه. دون لي دو كا كاين خلل. دونك ملي كيبقى الواحد كيبقى خدام بزاف حتى ال 10 حتى ال 12 الليل، كاينين جاو عندي واحد لوكا يا كيلكو سيمان، واحد السيد ما شافش ولادو كبروا. ملي كيكون في الخدمه ومعروف من 7 الصباح، معروف في السيكتور ديالو من 7 الصباح حتى ل 10 11 الليل تيغون واحد 30 ولا 35 عام. دونك ما شافش ولادو كبروا، غمض عينيه حل عينيه لقى عنده 60 عام. نعم. اي دونك سا بالنسبه ليا عدو بوغ لو كوبل، لانه بلاصه الخدمه بوحدها، لا في بروفيسيونيل والحياه الشخصيه حتى هي بوحدها اللي كتعطيني واحد الطاقه. لانه لي دو هما كيتلاقاو، الازدهار باش الواحد يزدهر بوغ ليبانويسمون كيتلاقاو بجوج، خاصني واحد شي طاقه من هنا، وبيان سور عاوتاني الخدمه حتى هي كتعطيك واحد الطاقه وكتعطيك الامكانيات باش تقدر تزيد لقدام. دونك هاد النقطه هادي ديال الواحد يبقى خدام بزاف ويهمل المحيط ديالو سي عدو ديال لو كوبل. اي ان جور لوتر كنوقعوا في لو بيرن اوت. لو بيرن اوت هو الكاس ملي كيعمر وكيفيض. دونك الفو خص الواحد دائما يدير الفخان ويعرف راسو فين غادي. النقطه الرابعه كتوقع سورتو للعيالات ولا العدو نيميرو 4 سي
سو ليسي علي الواحد كيولي داك اللامبالاه. المراه شنو كيوقع لها ملي كتولد؟ كتشغل مع الدراري، كتهمل راسها لو بوا، وما تبقاش كاع تهلا في راسها كي كنقولوا لا كوافور ولا والو. اي فورسيمون الراجل كيقارن. نبغي نذكر المشاهدين الكرام بانه الراجل دائما كيقارن، سوفيك يمشي للخدمه ويشوف شي وحده اللي مهليه في راسها وكيقارن انكونسيامون لا وعي ديالو، ماشي فورسيمون الوعي، لانه حنا عندنا الوعي وعندنا اللاوعي. الوعي 5% كيل ريبريزونت، اللاوعي 95%. دونك داك اللاوعي الثقل ديالو مهم بزاف بالنسبه للي شوا اللي كنديروا حنايا. نعم. اي دوكو الراجل كيولي كيقارن وكيولي كيبعد. وهنا كنرجع لذاك الجمله اللي دائما كنقولها في صباحكم بروك ديال بروند رونديفو افيك سوا ميم، ناخذ رونديفو مع راسي في النهار. بالنسبه للعيالات يمشيو للحمام يديروا ديزاكتيفيتي باش يتهلاو في ريوسهم، تري امبورطون. علاش؟ لانه عندنا في الدماغ ديالنا مروان عندنا واحد لو ريزو سينابتيك، عندنا واحد لي كابتور في الدماغ. داك الكابتور ملي كيكابطي صوره ايجابيه كيصيفطها لو سيرفو، وكلشي كيتبدل، لو كومبورتمون، الهيبه، لا بوستور، كلشي كيتبدل. اي دونك ملي كيشوف الواحد راسو واحد الصوره سلبيه وما مهليش في راسو واللحيه ولا الشعر ما مقادش بالنسبه للعيالات، دونك لو ميساج اللي كيمشي للدماغ كيمشي ميساج نيجاتيف. اي فورسيمون لو كومبورتمون ما كيبقاش هو هذاك، لا بريز دو ديسيجن، القرارات هما ما كيكونوش هما هذوك. سي سون دي بوتي ديتاي كي فون لا ديفيرونس. دونك الواحد دائما يتهلا في راسو، سي تري امبورطون، حيت لما تهليتش في راسي انا راه ما كاينش واحد يتهلا في بلاصتي. اتفق معاك، ودائما العلاقه خاصها تجدد، وكيف ما كنقولوا دائما خصني حيت هذا الدوام كيف ما كنقولوا كتكون كيكونوا الناس قبل ما يتزوجوا، هذا هو اللي غريب شيئا ما بارونتيز حلو هذا القوس هذا، كيكون الانسان قبل ما يتزوج مهلي في راسو، قبل ما يخرج خصو يقاد لي بوتي ديتاي. غير كي تزوجوا لو كوبل الشهر الاول كلشي مزيان، الشهر الثاني القضيه كتبدا تنقص. دونك سكيفي حتى كيوقع حتى واحد البرود عاطفي غادي نقولوا في الحياه ديال هذاك لو كوبل. دونك سكيفي هنا هذه نصيحه جد مهمه ان الانسان يبقى محافظ على داكشي اللي كان كيدير قبل من الزواج. هذه مساله كنظن جد مهمه في نجاح واحد العلاقه زوجيه، رجل ومراه بجوج. حنا ما كنقصدوش غير العيالات، باسكو كاين حتى الرجال حتى هما اللي كيعملوا ريوسهم الكرش ايتترا. بيان سور نو مي سي فري، لانه مهمه بزاف باش لانه ملي حتى المراه ملي كتشوف راس راجلها كيتهلا في راسو راه الي انديريكتومون بوسي باش تاهي دير واحد المجهودات. نعم، الراجل كان انيق خصو يبقى انيق خصو يبقى متفقين. هنا كنرجعوا لاعاده النظر. بصح هذيك سي اون انتيليجونس انترا بيرسونيل، الواحد مع راسو. كاين الانتيليجونس انتر بيرسونيل عاوتاني. اي دونك داك الانتيليجونس انترا بيرسونيل كيخصها خصنا نديفلوبيوها، كتخدم حتى هي. خصني نعرف راسي فين عندي الخلل، ماشي غير كندير شي حوايج ومن بعد نقول انا ما عندي زهر مع الرجال ولا انا ما عندي زهر مع العيالات. اي دونك كيف ما هضرنا في الحلقه وحده من الحلقات سيكو الزهر ما كاينش في الحب. لا مالشونس إل نيكزيست با. خدمه خدمه تقدر ما تصدقش، كاين اللي كيتزوج تجويجه وحده وكتصدق ليه، وكاين اللي خاصو يمكن ربعه ولا خمسه ولا سته ديال يتعرف على الناس عاد باش كتصدق ليه. ولكن اسيي، لان المعادله ديال النجاح سي اسيي ايشوي، اسيي ايشوي. حاول انفشل تلقى الطرف الاخر اللي غادي نتفاهم انا وياه وتلقى هذاك داكشي اللي غادي يجيني مزيان. نعم. ندوزو للنقطة المقبلة، النقطة الخامسة. الخامسة أنا بارك لا جالوزي اكسيسيف، الغيرة ملي كتكون معيقة بزاف. حنا نقولوا مصطلح ديالنا ملي كيكون داكشي معيق بزاف، سا بو اتخ ان هوم سا بو اتخ اون فام. هنا لا جالوزي عندها علاقة بالثقة في النفس، مونك دو كونفيونس، لأنه إلا ما كتكونش إلا غنجوج بواحد الطرف الآخر وما عنديش الثقة سي ميم با لا بين. سي ميم با لا بين، لأنه إلا غنبقى مشكاك كنعذب في راسي وكنعذب فيه. راه هضرت لا ديغنيغ فوا ونعاود نقولها، شحال من واحد كتلقاه كيمشي كيجلس مع 6 الصباح ولا 6 ونص الصباح حتى الدار ديال الخطيبه ديالو، ولا الراجل حتى هو كيولي كيتبع مراته ولا كانت خدامه. شكون خرج شكون خرج؟ عدو ديال لو كوبل. الا ما كنتش مقتنع من النهار الاول بانه هاد السيده سي لا فام دو ما في، هاد السيده غنثق فيها، غادي تعطيني الوليدات وغادي ما غاديش تغدرني، الا في الاول عندي واحد الشك ما نمشيش معاها. نعم. انا لا جالوزي كنبقى نشكك فيها. خصو يثق في راسو. اكزاكتو، الا ثق في راسو غيثق فيها. بيان سور، يعني الثقه، الوغ الثقه في النفس كتجي لو مونك دو كونفيونس، نقول لك عدم الثقه في النفس كاع كتجي من الصغر، من الوالدين كيفاش كيتعاملوا معاك، واش تعاملوا معاك كانسان مزيان، عطاوك الحب ولا ما عطاوكش. ولكن نعم. في واحد لو مومون دوني، في واحد الوقيته لو كورتيكس بريفرونتال اللي عندنا هنايا كينضج في 25 عام، جوسكا 25 شي سيغتان بيغسون، حتى ل 25 عام. اي بارفوا يمكن كاع ما كينضجش، كاين شي ناس اللي كتلقى عندهم 50 55 عام، وواحد القرارات اللي كياخذوا كتقول واقيلا دري صغير ما غياخذهمش، لان هذاك لا ميتريز ايموسيونيل هضرنا عليها، لا ميتريز، داك كان العاطفه ما كنخليهاش تغلبني. نعم.
لي نير ما يخليهمش تغلبني كاين نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 داكور اي دونك ملي نكون معصب دائما نتسنى لو لوندو ما عاد ناخذ واحد القرار الا خديته سيغ بلاص ولا جيت تهزيت مع شي واحد ولا اوتوماتيكمون كندخل في حيط سي بور سا كو الناس اللي عندهم لا جالوزي كتلقى عندهم مونك دو كونفيونس و نون ميتريز ايموشنيل ما كي ميتريزيوش ريوسهم دونك لا جالوزي عدو لا جالوزي عدو شي حاجه خفيفه زوينه بحال الملح في الطعام درنا اون بيتيت بانسي مزيان الا كثرنا الطاجين كيخسر سي لا ميم شوز ان بيتي بو ونحبس لا جالوزي سي لا ميم شوز فو سافوار دوزي لا دوز لا في الهضره لا في التواصل لا في ال لا في لو ريغار لان اون كومونيك ا ترافير نو 5 سنس نعم ندوزو النقطه السابعه ياك السادسه السابعه غابيدمون من دقيقه غابيدمون داكور الوغ العدو السادس ملي ما كيكونش واحد المشروع مع الزوجه بيناتهم ما كاين لابسونس دو بروجي غير غادي نصايقين بلا دو كي كنقولوا هادي راه اوتوماتيكمون كندخلوا في واحد الحيط خاصني نعرف راسي فين غادي واش باغي الاولاد ما باغيش الاولاد واش باغي الدار ما باغيهاش ايتترا واش باغيها تخدم ما باغيهاش تخدم دونك ملي ما كيكونش انا ما كيكونش واحد البروجي جميع راه اوتوماتيكمون ان جور لوتر سي لو مور الحيط اخر نقطه اللي هي عندها علاقه بالنقطه الاولى ديال ولا الثانيه ديال التلفازه سي عدم التواصل شحال من واحد كتلقاه ما كيتواصلش الوغ نذكر المشاهدين الكرام بانه التواصل ماشي معني غير الهضره حنا كومونيكا ترافير نو 5 سونس دونك حنا فايت كناها السمعي البصري الشمي غوستاتيف الذوق والكينستيزيك اي دونك ملي ما كيكونش واحد التواصل راه عدو بالنسبه للكوب كيفاش غادي نعرفها هي اش بغات كيفاش هي غادي تعرفني شنو بغيت اي دونك اوتوماتيكمون هادو سبعه ديال الاعداء هضرت عليهم هذا النهار باش نوضحوا شويه للمشاهدين الكرام بانه راه ماشي فورسيمون هما اشخاص دايوغ لا رمارك ديالك كانت في المستوى ماشي فورسيمون اشخاص راه بعض الاحيان العادات ديالنا اللي كيدفعونا نخلقوا واحد الجو اللي ماشي هو هذاك مروان نعم اتفق معك سانسيغمون اليوم تكلمنا على واحد سبعه ديال النقط اللي نتمنى ان المشاهدين ديالنا ولا الكوبل ديالنا يردوا لهم البال اليوم الا بغينا نتكلموا شيئا ما على العلاقه اللي خصها تكون بين الاباء والاطفال ديالهم باش نربيوهم يكونوا ناجحين في الحياه ديالهم الزوجيه حيت اليوم كنظن بزاف فينا كننساو انه في التربيه هذا الشيء كيبداو انت ذكرتي ان باغ اكزومبل الثقه في النفس راه كتبدا من الصغر كتبدا في التربيه دونك سكي في اليوم ميساج للاباء شنو الحويجات اللي خصهم يخليو وليداتهم شوفوهم بارابور لو كوبل ديالهم باش غدا نضمنوا امه واحد 80% ولا 70% لوليداتنا يكونوا ناجحين في لي كوبل ديالهم نصيحه اخيره اول حاجه ما ديروش المقارنه بين جوج ديال الدراري علاش كل دري ولا شاك اونفون عنده واحد لانتيليجونس كاين اللي معطيه القرايه لانتيليجونس لوجيك وماتيماتيك كاين اللي فنان شي واحد اللي فنان ما غاديش يقدر يجيب 19 في المعدل ولكن غادي يرسم مزيان اي دونك اول حاجه يلفو ايفيتي لي كومباريزون هذه الاولى ثاني حاجه باغميميتيزم كنتبعوا لي بارون دونك الى الواحد ما دارش اعاده النظر ديال راسو هو وتكون عنده بيان سور كمثال لانه لو مونتور ديال الولد هو باه لا ميم شوز بالنسبه للفتيات اي دونك انا نعطي واحد المثال اللي هو مزيان انا جو ترونسمي لي بونز ابيتود ا بارتير دو لا وبيان سور الحب والثقه في النفس من الاول جو تريت لونفون كوم ان شامبيون نهضروا على الزواج كمؤسسه ديال الزواج نهضروا عليها بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه حدا وليداتنا